تفقد محافظ المنيا أسامة القاضي المشروعات التي يتم تنفيذها بقرى مركز مغاغة لمتابعة مستجدات أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. حيث تفقد المحافظ المشروعات الجاري تنفيذها بقرية العباسية والتي شملت الأعمال الإنشائية للوحدة الصحية ووحدة التضامن الاجتماعي ومستشفى مغاغة المركزية، بالإضافة للوحدة الصحية بقرية الشيخ زياد. وتأتي تلك الجولة للوقوف على الاحتياجات الفعلية والنسب ومعدلات التنفيذ على أرض الواقع.